الأولى. حصص مصر الوحدة الأولى. أهي أدي اللوجو أهو وأدي حصص مصر. أنا مش هو أهو. أنت على الموقع بتاع حصص مصر أهو. أنت على الموقع بتاع حصص مصر. يلا يا ريس. ده بريزنتر يعني المقدم. عمل إيه يا مستر؟ نوت ذات أعلن ذا فلاتس الشقق. وإيش دي الشقة ايه؟ will be distributed. عايز كله يحفظ الكلمة دي يعني توزع. بس يا مستر الشقة سوف توزع. ركز كويس. distribute starting from the next month. بداية من الشهر اللي جاي. يبقى هو بيعمل ايه يا مستر؟ ايه رأيك؟ invent يخترع؟ امال ايه يا مستر؟ create يعني يبتكر. امال ديكلاين يعني يقل. لا يا فندم، بص الموقع حالها ايه؟ announced يعني اعلن. اعلن. تحقق من الاجابه بتاعتك. امشي جمله جمله معايا. يلا يا ريس. ذا درايفر. الجمل دي كانت عندك في الامتحانات. طب انت ما حلتهاش لان الامتحان يا مس. انا حبيت اوري لك اهو المنصه. اهو المنصه، منصه حصص مصر. احنا مش بنالف. انا فاهمك. اتعب واعمل اللي عليك عشان ربنا يكرمنا. يلا يا غالي. ذا درايفر السواق. اسكت فور. طلب ايه يا مستر السواق؟ بيكوز هيز كار، اصل العربيه بتاعته. ووز دامجد باي الور. يعني ايه يا مستر ووز دامجد؟ يعني تحطمت. العربية بتاعته اتحطمت بواسطة لوري. يا مستر استيميشن يعني تقدير. ديستنيشن يعني جهة الوصول. كونفيرميشن يعني تأكيد. أمال هي هتبقى ايه يا مستر؟ هيطلب كومبنسيشن. كومبنسيشن يعني تعويض. خدنا الفيرب كومبنسيت يعني يعوض. ارجع لها في يونت ولا ومش حافظها. كومبنسيشن يعني تعويض. اهو طلب تعويض. هات اللي بعديها. ديسبايت اول نوت. مستر ما انت محفظنا ديسبايت. ديسبايت وان سبايت اوف. ديسبايت وان سبايت اوف. مالهم يا مستر دول؟ بعديهم ناون وفعل زي الاي ان جي. مستر معناهم ايه؟ ها مش سامع. معناهم بالرغم من. تمام، بالرغم من. يبقى ديسبايت اهي بالرغم من. اول نوت بالرغم من. اول ايه؟ ذا بايلوت يعني الطيار. انسيستد يعني اصر. انسيستد تو لاند. اصر ان هو ينزل in wrong airport في المطار الغلط. because he had no choices. بالرغم من كل التحذيرات اصر ينزل. بالرغم من كل التحذيرات اهو لان ما قداموش اختيار. مستر leaning يعني يتكئ. salutations يعني تحيات. intonations يعني النغم. امال هتبقى ايه يا مستر؟ تعال نشوف الموقع حل ايه. warnings يعني ايه يا مستر؟ warnings يعني بالرغم من كل التحذيرات. واللي داخل منكم على حصص مصر عارف الأسئلة كويس، واللي حل منكم الامتحانات اللي ورا كل وحدة عارف الأسئلة كويس. يلا يا غالي. The satellite يعني القمر الصناعي. Not so fast. يا مستر القمر الصناعي لف بسرعة أهو. إيه ذات ات بلو اب لدرجة انه انفجر. عايز كله يحفظ الفريزة الفيرب ده. بلو اب يعني انفجر. اند تيرنت انتو انفيزيبل بيسز وتحول لقطع غير مرئية. انا مستر هتبقى دايركتد يعني وجه. سبريد يعني انتشر. ستانج اللي هو الماضي من ستينج اللي هي يلدغ. يا مستر هتبقى سبان. يعني ايه سبان يا مستر؟ لف دوراني سريع. سبان الماضي من سبين. سبين يعني ايه يا مستر؟ سبين يعني يدور. اوعى تنسى خدنا كلمتين.
كلمة اسمها سبين، يعني يلف حوالين نفسه، يعني يتطوح، يعني يلف. وخدنا كلمة اسمها اوربت، اوربت يعني يلف حوالين شيء. يلا يا ريس. Your point of view يعني يا مستر؟ يعني وجهة نظرك. Your point of view ماشي. Not is not because you haven't read. اقرا كويس. You haven't read the whole novel. انت ما قريتش الرواية الكاملة. الرواية كاملة. يبقى انت وجهة نظرك اكيد غلط. Prices يعني او prices يعني يؤكد. Strong يعني قوية. تمام؟ Correct يعني صحيحة. مستر هتبقى inaccurate يعني غير دقيقة. Inaccurate. Inaccurate. وخد بالك ان prices دي يعني ممكن تيجي برضو بمعنى مؤكد. يلا يا ريس. The authorities يعني السلطات. السلطات. Stated يعني أكدت. السلطات أكدت. That there were no not. إن مفيش إيه. After the accident بعد الحادثة. And both drivers have some little wounds only. وإن السواقين الاتنين مالهم فيهم جروح بس. السواقين الاتنين فيهم جروح مفيش ضحايا. فين يا مستر كلمة ضحايا؟ بارتز يعني احزاب وتيجي بمعنى حفلات. بروسيسز يعني عمليات. سليبريتيز يعني مشاهير. يبقى مفيش غير كاجوليتيز يعني الضحايا. خدناها بالنص كاجوليتيز. Not is common شائع. شائع on social media شائع في مواقع التواصل الاجتماعي. مواقع التواصل الاجتماعي شائع جدا فيهم. تمام. So it must be prevented يجب ان يمنع. باسف. باسف يجب ان يمنع. باي لو بالقانون. ايه اللي عايزين نمنعه يا مستر؟ الديموكراسي. الديمقراطيه. ليبرتي الحريه. برايفسي يعني الخصوصيه. امال عايزين نمنع ايه يا مستر؟ البايراسي القرصنه. بايراسي. اتعلم جملة جملة معايا. بايراسي يعني القرصنة. كانت زمان القرصنة اللي جوه الايه البحار، ودلوقتي القرصنة اللي هو سرقة الكتب وسرقة المقالات وسرقة المنشورات على نت. كل دي اسمها بايراسي قرصنة. The thieves يعني يا مستر؟ يعني اللصوص. Could rob قدروا يسرقوا. The building المبنى. Because of a defect بسبب عيب. In the not system كان في عيب في نظام الامن. يلا يا مستر. Secretary يعني سكرتيرة. Stability يعني استقرار. Immunity يعني المناعة. امال هتبقى يا مستر؟ Security يا حبيبي. Security. Security system يعني نظام الامن اهو. نظام الامن. Security system يعني نظام الامن. متابع معايا؟ اوعى تكون قاعد خريان مش دريان. انا مش مقصر في كل اللي بعمله وانت حر. The teacher المدرس. Decided يعني قرر. To punish the student المدرس قرر يعاقب الطالب. ليه يا مستر هيعاقبه ليه؟ After he was sure بعد ما تأكد. المدرس قرر يعاقب الطالب بعد ما تأكد. That he was not on the exam ان الواد غش في الامتحان. مستر. Printing يعني يطبع. Reviewing يعني يراجع. Revising يعني يراجع. امال هتبقى يا مستر؟ Cheating. Cheating يعني غش في الامتحان. The workers not for extra payment عايزين اجر زيادة. العمال عايزين اجر زيادة. الطلب بتاعهم was refused by the manager اترفض بواسطة المدير. مستر طلب يعني ايه؟ removal يعني ازالة. command يعني امر. offer يعني عرض. اللي كانت موجودة يا مستر هتبقى demand يعني طلب.
demand اهو. The workers demand طلب طلب العمال اجر زياده was refused by the manager اترفض بالمدير. تابع كلمه بكلمه من فضلك. يلا يا غالي. When you judge مستر يعني ايه judge؟ يعني تحكم. ركز احنا بنحل قدامك على المنصه. ركز من فضلك. When you judge something لما ايه تحكم على حاجه. Your points of view يعني وجهة نظرك. Should be لما تيجي تحكم على حاجة لازم وجهة نظرك تبقى متوازنة. Legal يعني شرعية. Biased يعني متحيز أو متحامل. تمام. Different يعني مختلف. أما لا تبقى يا مستر. Balanced يعني يا مستر balanced يعني متوازنة. لازم وجهة نظرك تكون متوازنة. It's not to make copies. الله على الجملة. إنك تعمل نسخ of any book لأي كتاب without the publisher's permission من غير إذن. إذن مين يا مستر؟ إذن الناشر أهو. من غير ما يبقى معاك إذن أو تصريح من الناشر. ده إيه ده يا مستر؟ regular يعني منتظم. normal يعني عادي. irregular يعني غير منتظم. امال هتبقى ايه يا مستر؟ هتبقى illegal. يعني ايه يا مستر illegal؟ يعني غير شرعي غير قانوني. هات اللي بعديها. The flood الفيضان which resulted from يعني ايه يا مستر result from؟ نتج عن. نتج عن الزلزال. not the cultivated land يعني الارض الزراعيه. دمر الارض الزراعيه. سامعكم وفرحان بيكم جدا. مستر بينتد يعني رسم. مندد يعني صلح. ديكوريتد يعني زين. امال هتبقى يا مستر ريوند يعني دمر حطم ديسترويد. سامعكم وانتم بتقولوا كبر الخط شويه. ده الخط اللي موجود على المنصه ما نقدرش نكبره. اصحى يلا يا ريس. بيب اسم واحد. was wondering يعني يتجول. wonder بالاو. wonder بالاو يعني يتعجب ويتساءل. تمام. wonder بالاي. wonder بالاي يعني يتجول. يتجول يتمشى. يبقى هو كان بيتجول. وين هي يا مصدر؟ احنا كده يا غالي دخلنا في الجرامر. طب يلا يا حبيبي. بيب ووز واندرينج كان بيتجول. ادي وين يا مستر؟ ما انت محفظنا قاعده. وين قبليها ينفع ماضي مستمر وبعديها ينفع ماضي بسيط. وينفع يا مستر يبقى قبليها ماضي بسيط. ماضي بسيط. طب يلا عايزين هنا يا مستر. كان بيتجول. وين هي سو ذا كونفيكت شاف الراجل المدان. شاف الراجل اللي محكوم عليه. يبقى ماضي بسيط يا مستر. سيز مش هتنفع. هاز سين مش هتنفع. ووز سينج مش هتنفع. امال هتبقى ايه؟ سو. سو متابع يا غالي؟ ماضي مستمر ماضي بسيط. هات اللي بعديها. ذا تور جايد يعني المرشد السياحي. المرشد السياحي. not the program of the tour كان بيشرح لنا البرنامج بتاع الرحلة. when the earthquake occurred لما الزلزال حدث. ايه يا مستر؟ يا حبيبي ركز عشان خاطر ربنا. ده لسه في الحلقة اللي قبليها اهو. في الحلقة اللي قبليها على طول اهو. وين اهي؟ ماضي مستمر ماضي بسيط. طب تعال بص كده. ادي وين اهي؟ ادي الماضي البسيط. يبقى هو كان بيشرح عايز ماضي مستمر. هاز اكسبلين قلت لك الزمن الوحيد. الزمن الوحيد اللي ما بيجيش قبل وين؟ لا مضارع تام ولا مضارع تام مستمر. يجي معاها كل الازمنه. انا بكلمك على وين الرابط مش وين اداه الاستفهام. انا بكلمك على وين الرابط. ما يجيش قبلها لا مضارع تام ولا مضارع تام مستمر. طب ماضي بسيط ممكن. طب ده مصدر ده ماضي بسيط مجهول ده مش هينفع. مصدر الوقت عندي ماضي بسيط. ماضي بسيط
وعندي ماضي مستمر ماضي بسيط. كده هحل ازاي؟ ملهاش حل غير المعنى. هتقرا الجمله، كان بيشرح والزلزال حصل، حدث كان مستمر وحدث حصل وسطه او حدث قطعه. يعني يا مستر كده اكسبلين دي مش هتنفع، يبقى ما عنديش غير ووز اكسبلينينج. ووز اكسبلينينج. متابع؟ يلا يا غالي. I had to use my sister's laptop. اضطريت، ماضي اهو، اضطريت استخدم اللابتوب بتاع اختي. Because mine، اغلب الطلبه بعتوها لي وقالوا لي ليه يا مستر؟ عشان انت مش مركز. ماين دي اللي هي ماي كمبيوتر، ماي لابتوب اهي. انا استخدمت اللابتوب بتاع اختي لان اللاب بتاعي بيصلح ولا بيتصلح يا غالي؟ باسف، ما ده لابتوب اهو، ده اللابتوب، يبقى اللابتوب بيتصلح. عايز التكنيشنز عند الراجل الفني. ها مستر بيتصلح، يعني انت عايز باسف. از ريبيرنج مش هتنفع، دي معلوم. ووز ريبيرنج مش هتنفع. ووز ريبيرد باسف، ووز بينج ريبيرد باسف. كده عندي اتنين باسف يا مستر. انا استخدمت اللابتوب بتاع اختي بينما بتاعتي كان بيتصلح. لو ووز ريبيرد يعني اتصلح وخلص، يبقى مش هتنفع، يبقى ما عنديش غير ووز بينج ريبيرد. ووز بينج ريبيرد. ماين ده اللي هو بتاعي، احنا عايزين باسيف. الباسيف في الماضي المستمر ووز وير بينج، والتصريف الثالث للفعل. يا غالي اللابتوب بتاعي هيصلح ولا هيتصلح؟ هيتصلح يا مستر، يبقى was being repaired. تمام؟ يلا يا ريس. This is the first time. انت محفظنا يا مستر ان دي كلمة دالة على المضارع التام. قلت لك ثلاث حاجات وهفكرهم لك. The first time بس يبقى ماضي بسيط. اقول the first time I met منى. أول مرة قابلت فيها منى. This is the first time أو it is the first time أهي. اللي فيها مضارع أهو يبقى مضارع تام، واللي فيها ماضي هتبقى ماضي تام. هنا مستر مضارع. واوعى تنسى في حتة مهمة جدا جت السنة اللي فاتت في الامتحان. A European country. إزاي يا مستر خدت A مع European؟ دي جت السنة اللي فاتت في امتحان ثانوية عامة. ازاي يا مستر؟ عشان يوريبان ده المقطع شاذ، المقطع يو مقطع شاذ اهو. يونيون اتحاد شاذ. يونيفرستي شاذ. ايه تاني يا مستر؟ يونيفورم شاذ. يوجوال شاذ. المقطع ده مقطع شاذ ياخد يوريبان شاذ ياخد ياخد طب يا مستر نرجع لمرجوعنا. This is the first time كلمة دالة على المضارع التام، يبقى I'm visiting مش هتنفع، to visit مش هتنفع، visited مش هتنفع، يبقى ما عنديش غير have visited. Have visited. تحقق من الإجابة. معايا ولا قاعد تايه؟ يلا يا غالي. My younger brother. أخويا الصغير. While I was studying yesterday. وأنا بذاكر امبارح. مستر. أخويا كان بيرسم. يعني يا مستر؟ حدثين، ركز معاك. أهو. حدثين مستمرين في الماضي. الاتنين مستمرين في الماضي. ولم يقطع أحدهما الاخر. الاثنين مستمرين في الماضي ومحدش قطع الثاني، يعني هتبقى يا مستر ماضي مستمر ماضي مستمر اهو. وايل ماضي مستمر ماضي مستمر. هنا يا مستر ايه؟ ووز ستادينج كان بيذاكر، يبقى انا ووز دروينج مش تنفع ماضي تام ولا مضارع تام ولا ماضي بسيط، يعني هتبقى ووز دروينج. متابع ولا ايه؟ يلا يا غالي. When I was young. وانا صغير. When I was young. I not up on time. كنت بصحى في الميعاد. يا مستر. هنا عايز ماضي بسيط.
يعني هنحط يا مستر، يا اما نحط جات اب، يا اما حط يوزد تو جيت. تعال نشوف ايه اللي موجوده. يلا يا ريس انا عايز ماضي بسيط. يوز تو جيت موجوده ايه؟ اولويز ووز جيتنج. ازاي يا مستر؟ اولويز لما بتدخل على الازمنه المستمره بتدخل بعد فيرب تو بي، يعني تبقى ووز اولويز جيتنج. واولويز لما بتدخل على الازمنه المستمره بتعبر عن الضيق والضجر، وهنا يا مستر مش ضيق. طب يلا خلاص. ووز جيتنج ازاي يا مستر؟ ازاي؟ ما دي وهنا اهي وراها ماضي بسيط. عشان اختار ماضي مستمر القاعده بتقول اوعى اوعى تختار ماضي بسيط مع ماضي مستمر مع وين. اوعى تختار ماضي بسيط مع ماضي مستمر الا اذا قطعه. هو يا مستر وانا صغير قطع الصحيان يبقى مش هتنفع. طب يوزد تو جيتنج ده مش انجليزي يا مستر، عايزه فيرب تو بي. يوزد تو جيتنج يبقى ما فيش غيرها يوزد تو جيت. غالي مصحصح ولا ايه؟ حصص مصر انا بقول حصص مصر حلينا، بنك المعرفه حلينا، كل الكتب الخارجيه حلينا. انت حالل في المراجعه بالظبط 4280 سؤال في المراجعه 6 وحدات، مفيش حد عمل كده خالص. فوق فوق. يلا يا غالي بص على اللي بعديها. I not embarrassed for مستر. انت معلمنا فور اهي، بيجي بعديها طول المده، قبليها مضارع تام، وعلمتنا حته هي مش في القاعده دي بس انا بحاول اراجع لك، وعلمتنا حته يمكن لفور ان تاتي مع الماضي البسيط اذا كان الحدث انتهى. لو الحدث انتهى تنفع فور تيجي مع الماضي البسيط. يلا نشوف. I not embarrassed for 10 years. I still enjoy walking in its streets. انا لسه بستمتع بالمشي في الشوارع. دي كده مضارع تام يا مستر، يبقى ماضي بسيط مش هتنفع، ماضي تام مش هتنفع، ماضي مستمر مش هتنفع. اكيد الاجابه هتبقى have lived. اصحى اصحى بحل قدامك انتر اكتف دلوقتي اهو وانت حر. When you phoned me لما اتصلت بيا، ادي وين اهي، ما انت محفظنا يا مستر. وين اهي بعديها ماضي بسيط، النص التاني حاجه من الاتنين، يا اما ماضي بسيط يا اما ماضي مستمر. هنشوف واحنا بنحل. When you phoned me لما اتصلت بيا. I not so I couldn't answer. انا كنت بعمل ايه عشان كده ما قدرتش ارد عليه. يا مستر يبقى انت كده عايز حدث مستمر، يعني بريد مش هتنفع، وود بريد مش هتنفع، هاب بريد مش هتنفع. يبقى الاجابه اكيد هتبقى ووز براينج. ووز براينج يا مستر الله يفتح عليك، ووز براينج ده حدث مستمر، وادي الاتصال بتاعك اهو وانا ما قدرتش ارد. بري يعني يصلي، انا كنت بصلي عشان كده ما قدرتش ارد عليك. يلا يا ريس. We not when the door was knocked. ايه يا مستر الفعل ايه؟ الفعل sleep. يبقى احنا كنا نايمين امتى؟ لما الباب خبط. ادي وين اهي، ادي وين اهي، قلناها مليون مره. ايه يا مستر the door knocked ده ماضي بسيط، ماضي بسيط. طب وهنا يا مستر؟ هنا يا فندم ماضي مستمر او ماضي بسيط؟ هنا يا مستر هيبقى ايه؟ وي كنا نايمين. وين ذا دور ووز نوكد لما الباب اتخبط، يبقى مش هتنفع غير يا مستر سليبنج لوحديها مش هتنفع، وير سليبت ده باسيف، سليب مش هتنفع، يبقى ما عنديش غيرها يا مستر وير سليبنج. متابع متابع. يلا يا غالي. She not at this company since she graduated. قلناها مليون مرة.
قلناها مليون مرة ورسمت الرسمة دي مليون مرة وبتيجي برضو وبتغلط فيها وبتيجي وبتغلط فيها. ركز جامد اهو. قول يا مستر. حاضر. مضارع تام. مضارع تام سنس ماضي بسيط. مضارع تام اهو. مضارع تام سنس بداية الحدث. الحدث بدأ امتى؟ بداية الفترة الزمنية. اتس وطول المدة اهو. اتس وطول المدة. سنس ماضي بسيط اهو. ماضي بسيط. قول يا مستر. يا حبيبي اهو. ادي سنس اهي. وادي ماضي بسيط. يبقى انا عايز هنا مضارع تام. شي نوت ات ذيس كومباني. شغالة في الشركة دي. تمام. سنس شي جرادويتد من ساعة ما اتخرجت. اه يا مستر. وركت ده ماضي بسيط مش هينفع. هاز بين وركت ده مجهول. ده مجهول والجملة معلوم. مش هينفع. ووز وركينج مش هينفع. يبقى ما عنديش غير هاز وركد. هاز وركد. متابع؟ يلا يا غالي. ان ذا باست في الماضي. اول بيبول في الماضي. اول بيبول نوت اب ايرلي تو لوك افتر ذير فيلدز. في الماضي الناس كانت بتصحى بدري. ايه يا مستر؟ يعني ماضي بسيط. اه يا فندم ماضي بسيط. يعني يوزد تو ووكينج. غلط. هاد ووكينج ده ماضي تام عايز فعل تاني. وير ووكينج مش هتنفع. امال ايه يا مستر؟ هتبقى ووك. ووك اهي. ووك اب يعني في الماضي الناس كانت بتصحى بدري عشان تهتم بالحقول بتاعتها اهو. لوك افتر ذير فيلدز يهتموا بالحقول بتاعتهم. جاست از ذا باس ووز جيتنج كلوز. ما انت محفظنا يا مستر اهو. وايل واز وجاست از. وايل واز وجاست از بعديهم ماضي مستمر. النص الثاني ماضي بسيط. يلا يا مستر. جاست از اهي. جاست از ذا باس ووز جيتنج كلوز. الاتوبيس بيقرب. عايز ايه يا مستر؟ عايز ماضي بسيط. يبقى كده هاف سين مش هتنفع. ووز سينج هي اصلا مكتوبه غلط. شايف مكتوبه ازاي؟ حتى حصص مصر ممكن تنسى حرف اهو. غلط. تمام. طب يا مستر انا عايز ماضي بسيط. يبقى ووز سينج مش هتنفع. ده مره كاتبها كده ومره كاتبها كده اهو. يبقى سو ماضي بسيط اهو. واير واز جاست از ماضي مستمر ماضي بسيط. وخد بالك احيانا معاهم وين برضه عشان ما تقولش ده ما قالهاش. يلا يا ريس. ماي سيستر اختي نوت تو باريس ميني تايمز اند شي لونجز تشتاق تطوق الى تشتاق الى ذيس دايز. نفسها في الايام دي. يبقى هي راحت باريس ورجعت. يعني ذهب وعاد. راح ورجع. هي راحت ورجعت ونفسها في الايام دي تاني. was going مش هتنفع. has been اه هي دي. طب has gone يا مستر ذهب ولم يعد. طب has gone دي has gone مش. طب has gone ذهب ولم يعد. مستر كده الحل هيبقى ايه؟ هيبقى has been. تاني have وhas been تو والمكان. يعني يا مستر ذهب وعاد. have وhas gone تو والمكان. ذهب ولم يعد. والاثنين دول مش هيديني مد. have وhas been ان اوقات والمكان ها موجود حاليا في المكان. موجود في المكان. ودي لازم يديني مدة. لازم يديني مدة. لازم يديني مدة. تمام يا ريس. يلا يا غالي. دخلنا في اسئلة الرايتنج سكيلز.
اللي محتاجة دماغك. لا مدرس هينفعك ولا كتاب هينفعك، ادخل بالكتاب براحتك. ان ما فهمتش الجملة مش هتعرف تحل. يلا يا غالي. What is the best thesis؟ هي ايه الثيسيس دي يا مستر؟ الجملة اللي بتبقى في أول الإيسي بتخطف نظر مين يا مستر؟ مش دي الهوك يا مستر؟ آخر الجملة أو آخر الباراجراف اللي بيبقى موجود في الانترودكشن، الهوك في البداية وفي الآخر الثيسيس دي، جملة بتخطف نظر مين؟ تخطف نظر القارئ. يلا يا ريس، عايزين جملة for a topic، موضوع about Mother's Day. صدقني ما بكذب عليك، لا كتاب هينفعك ولا مذكرات مدرس هتنفعك، لازم تقرا الجمله على مهلك. يلا يا مستر. Mothers do the homework، هي الامهات بتعمل واجب طارد. Whatever، نسيت اقول لكم حاجه صغيره بس، موقع حصص مصر اهو، شايف النقطه جايه فين؟ ايه ده يا مستر؟ ده احنا كنا بنعمل جلبان عندك يا مستر ابلكيشن لما النقطة تيجي من ورا اهو يا باشا، موقع حصص مصر. النقطة دي مكانها هنا اهو، مكانها هنا. ده احنا كنا بنعمل جلبان يا مستر، ده احنا كنا نخرب الدنيا عشان النقطة. طب كام؟ whatever we do، مهما عملوا، for our، مهما عملنا، we do for our mothers، لأمهاتنا، we can't thank them، مش هنقدر نشكرهم، اللي بيعملوه كتير جدا. They are a representation of God's heaven، ده هم عرض من السماء بتاع ربنا، منحة من السماء بتاعت ربنا. أنا حاسس دي أقرب واحدة يا مستر، بس نكمل نشوف. Mothers should take care of toddlers، الأمهات لازم تاخد بالها من الأطفال، مش هو ده البداية. Our mothers can work تعمل while they are taking care of the house chorus، وهي بتاخد بالها من الأعمال المنزلية. لا يا مستر مش هادي، خلاص هي دي الإجابة، أعتقد هي دي أقرب إجابة. thesis خاطفة، بيقولك مهما عملنا لأمهاتنا مش هنقدر نوفيهم، دول هبة أو عطية من عند ربنا، عطية نزلنا من السماء. طب ركز يا ريس. The persuasive essay unit 1 كان فيها ال persuasive essay، لو مش مراجعه من فضلك ادخل راجعه الأول. لو مش مراجعه اتفضل ادخل راجعه. ال persuasive essay يعني يا مستر؟ المقال الإقناعي. persuasive essay is the one، هو الـ المقال، which هو المقال اللي بيعمل ايه؟ shows a comparison، بيعمل مقارنة. لا يا مستر. gives solutions، يدي حلول. alternatives، بدائل. and many choices for the reader to think about. لا يا مستر. shows the pros and cons، ما بيبينش خالص العيوب يا مستر، المزايا بس. tries to convince، ما هو ده يا مستر اهو، بيحاول يقنع اهو، بيحاول يقنع ذا ريدر القارئ، with one dominant idea، بالفكرة السائدة عنده، which the writer supports، بيحاول يقنعك بالفكرة اللي في دماغه اللي هو بيأيدها. يعني هتبقى يا مستر نمبر دي، واحدة واحدة وعلى مهلك. يلا يا غالي. which sentence، انهي عبارة، is correctly punctuated؟ يا مستر انا مش هحل. ليه يا اخوي؟ اصل بص العلامة فين؟ فاكر كنت تخرب الدنيا، حصص مصر بتاعت الوزارة. مالها يا مستر؟ يلا نشوف. what a great idea، يا لها من فكرة كويسة. who told you about it، مين اللي قالك عليها؟ وادي علامة استفهام، صح الجملة دي مش غلط. اوريك بفكر ازاي. what a great idea، لا يا مستر دي مش سؤال، يبقى هو عكس هنا طارد خلاص. what a great idea، مين قالك نحط كولين؟ دي علامة تعجب يا مستر، اكسكلاميشن مارك.
What a great idea. وده علامة تعجب. Who told you about it? وده علامة استفهام. ايه ده يا مستر؟ طلعوا اتنين صح. لا يا باشا ما طلعوش اتنين صح ولا حاجة. أنا عايزك بس تهدى عشان في جملة أنا قلتها لك حطها حلقة في ودنك. بعد علامة التعجب يجي حرف كابيتال. هي دي الصح ودي الغلط. ده حرف سمول أهو. شوف أنا بحل إزاي. ده حرف سمول أهو. بعد علامة التعجب الحرف كابيتال. يعني الإجابة هتبقى يا مستر حبيبي حبيبي حبيبي. شايف؟ يلا يا غالي. ذا ليست القائمة أو تو ليست عشان تعمل قائمة. كذا 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 آن كذا. عشان نعمل قائمة. مور ذان وان ايتم أكتر من عنصر. إن ذا سيم سنتنس وفي نفس الجملة. يو شود يوز هنستخدم إيه يا مستر؟ أهو الكوم. هنستخدم إيه؟ الدوت النقطة ما تنفعش. السيمي كولن ما تنفعش. اكسكلاميشن مارك ما تنفعش. يبقى الكوم اهو الكوم. تمام يا غالي. يلا يا ريس نشوف مع بعضينا القطعة. عايزك تركز عشان نعرف نهضمها كويس. انا مترجم لك الكلمات الصعبة. يلا يا ريس. Read the following passages. اذا ده قطعتين اه يا مستر قطعتين. Then answer the questions. وجاوب على الأسئلة. Computer predators. يعني يا مستر؟ يعني المخترقين. لو دورت على predator دي هتلاقيها مفترس. مخترقين الحاسبات الآلية. Create computer threats. بيعملوا تهديدات. تهديدات. If you give a predator, لو اديت المخترق ده ان اكسس سماح تو ذا انترنت، لو اديته سماح على الانترنت اند ذا ثريت والتهديد they pose to your security increases. يعني والتهديد اللي هم بيشيروا اليه في الامن بتاع هيخشوا يهددوا الامن بتاع الكمبيوتر بتاعك increases يعني يزداد exponentially يعني بأضعاف أضعاف مضاعفة. exponentially يعني زيادة عشان هيسأل عليها. خد بالك الكلمة دي. computer hackers الجماعة المخترقين بتوع الكمبيوتر are unauthorized غير مصرح لهم. هم مستخدمين غير مصرح لهم. who break into يقتحموا كمبيوتر سيستمز دول بيقتحموا أجهزة الكمبيوتر to steal عشان يسرقوا change يغيروا destroy يعني يدمروا information المعلومات often by installing هم بيعملوا يا مستر بيعملوا تثبيت dangerous malware خدناها الكلمة دي في أولى ثانوي مالوير يعني البرمجيات الخبيثة بيحطوا لك برامج خبيثة without your knowledge بدون معرفة or consent ولا موافقتك من غير ما أنت توافق ومن غير ما تعرف computer hackers can also try دول كمان بيحاولوا try to access يدخلوا your computer يدخلوا الكمبيوتر بتاعك and private information ويوجهوا المعلومات الشخصية بتاعتك directly يوصلوا لها على طول if you aren't protected لو انت مش محمي لم تكن محمي بايه يا مستر by firewall firewall يعني جدار الحماية يعني انت حاطط عندك برامج للحماية تمام they can monitor دول يقدروا يراقبوا monitor يعني يراقب your conversations دول ممكن يراقبوا المحادثات بتاعتك or perso ويطلع على the back end of your website ويطلع على كل المواقع اللي انت دخلت عليها وكل العمليات اللي عملتها على الموقع بتاعك usually disguised ولاد الذين دايما بيتنكروا
with bogus. Bogus identity يعني هوية وهمية. بيتنكروا بهوية وهمية. Bogus identity. Predators can lure. ده ممكن كمان يغريك. You into revealing sensitive personal. ده انت ممكن يغريك انك تديله تفشي او تكشف عن sensitive personal and financial information. معلومات مالية ومعلومات حساسة شخصية ليك. Or much worse. وممكن اسوأ من كده كمان. هو في اسوأ من كده؟ Anyone who uses a computer. اي حد بيستخدم الكمبيوتر. Connected to the internet. اي حد بيستخدم الكمبيوتر اللي متوصل بالانترنت. Is suspectable. يعني يا مستر؟ يعني سريع التأثر. To the threats. بالتهديدات. بيبقى سريع التأثر بالتهديدات. That computer hackers اللي مخترقين الكمبيوتر and online predators booze اللي بيقدموها او بيشيروا ليها. تمام؟ These online villains الاوغاد بتوع الاونلاين دول typically use phishing scams. بيستخدموا حيل للخداع. خد بالك من الكلمة دي phishing. خدتها في اولى ثانوي برضه. نفس النطق بتاع phishing الصيد. تمام؟ حيل الخداع. سبام ايميل. يجيبوا ايميل كده مزيف ما تعرفش بتاع مين. Or instant messages. او يجيبوا رسائل فورية يطلب منك ترد على طول. And bogus websites. ومواقع وهمية. يكتب لك موقع وهم مبروك كسبت عربية BMW. Or deliver. او يوصل. To deliver dangerous malware. ينزل برامج خبيثة to your computer. على الكمبيوتر بتاعك. And compromise your computer security. ويخترق الامن بتاع الكمبيوتر بتاعك. While your computer is connected to the internet. يعرف تحركاتك طول ما الكمبيوتر بتاعك متوصل بالانترنت. The malware البرامج الخبيثة. A hacker has installed. اللي ثبتها on your PC على الكمبيوتر بتاعك. Quietly transmits. بتبعث له بتبث your personal and financial. بتبعت معلوماتك الانفورميشن الشخصية والمالية without your knowledge. من غير معرفة ومن غير consent يعني من غير موافقتك. Or a computer predator may bonus. يا ابن الذين ده ممكن المخترق ده ينقض على ايه بقى؟ ها the private information. معلوماتك الشخصية خش عليها. تمام؟ you unwittingly revealed. تكشف عنها بدون قصد. In either case. وفي حالة تانية. They will be able to hijack. ده ممكن كمان يخترق. Your usernames. ده ممكن يخترق ويعرف اليوزر نيم بتاعك. والباسورد. ويعرف الباسورد. Steal your money. يسرق فلوسك. And open credit card. ويعمل credit card and bank account. يسرق الكريدت كارد ويعمل حسابات في البنك in your name باسمك. Moreover علاوة على هذا they can ruin your credit. ده ممكن يدمر الرصيد بتاعك. Request a new account personal identification number. ده كمان ممكن يطلب يغير الطلب والرقم السري ال PINS or additional credit cards. ويعمل بحسابك كريدت كارد تانية. Make purchases. يعمل شراء. Obtain cash advances. ويحصل على الفلوس نقديا. Use and abuse your social security. ويسيء استخدام. هي تيجي بمعنى تعاطي. لكن abuse هنا بمعنى يسيء استخدام. Your social security number. Or sell your information. يبيع المعلومات بتاعتك. To other pirates. To other parties. الأحزاب التانية. Who will use it for illicit. يستخدموها بطريقة غير شرعية. Or illegal purposes. وأغراض غير قانونية. Predators who stalk people. الناس دي اللي بتعمل مراقبة بتطفل على الناس. While online can pose. تشير إلى a serious physical threat. دي تعتبر تهديد جسدي خطير.
using extreme caution. لازم تشوف حذرك جامد جدا، لازم لما تكلم حد لازم يبقى عندك extreme caution. When agreeing to meet online friend، لما تقابل واحد على الانترنت خد حذرك جامد، ما تدقش المعلومات مره واحده. Or a countenance، التعارف in person شخصيا is always the best way to keep safe. يا اما تتعرف عليه شخصيا وبعد كده تقبله عندك على النت. تعال نشوف الاسئله يا ريس. القطعه كانت كويسه؟ القطعه كانت كويسه بس هي محتاجه حبه تركيز. فيها كم كلمه كده محتاجين ان انت كنت تخمنهم. يلا يا ريس. The correct answer from A, B, C or D. يلا يا ريس. Computer hackers are. الكمبيوتر هاكرز دول، المخترقين بتوع الكمبيوتر دول مين؟ Unauthorized users، يعني مستخدمين ليس لديهم السلطة تستيل أو يسرقوا، change يغيروا، destroy information. مستر تقريبا هي دي، بس نشوف. Those who take photos، اللي بيلتقطوا صور and upload online، أي حد بيلقط صور يرفعها على النت. People who are experienced in internet security، ناس عندها خبرة في الأمن بتاع الإنترنت، لا طبعا. People who can steal money، ناس تقدر تسرق فلوس. الهاكرز يدخل ويغير بعد كده الفلوس دي بتيجي، يبقى برضه مش دي. يبقى الإجابة بتاعتنا يا مستر أهي. ركز كويس في كل نقطة لو سمحت، عليها درجة. يلا يا غالي. هاكرز get their goals done، بينفذ هدفه، بيخلي الهدف بتاعه يتعمل امتى؟ ركز كويس معايا. By sending an invitation to attend a course، بيبعت دعوة يحضر كورس، مش كده خالص. By creating a website، يعمل موقع، ما كده كده بيعمل موقع. By sending a friend request on Facebook، يبعت له طلب صداقة على الفيسبوك، لا طبعا هي دي. By installing، الله، بيثبت dangerous malware، برامج خبيثة خطيرة. Without your knowledge or consent، من غير معرفتك او من غير موافقتك. هي دي الإجابة يا مستر، عليها درجة، عليها درجة. تبعني، اتدرب على قد ما تقدر. هاكرز المخترقين can do their jobs، يقدروا يعملوا الوظيفة بتاعتهم، يقدروا يعملوا الوظيفة بتاعتهم. Because ليه الناس دي تقدر تعمل وظيفة؟ تعال نشوف. They use laptops and power banks. ايه ده؟ We have unauthorized applications، احنا عندنا برامج مش للسلطة، لا برضو دي مش تنفع. We are fool and easy to be deceived، احنا ببساطة احنا حمقاء للدرجات ان احنا نتخدع، لا برضو. They are cleverer، هم اشطر مننا طبعا. Than us and have technical knowledge، وعندهم معرفة تقنية اكتر مننا. ايوة يا مستر هي دي الاجابة. لو قريت القطعة كويس مفيش جملة هتفلت منك. How can hackers deceive، ازاي يخدع people، ازاي بيخدع الناس. To reveal their information، ازاي بيخدع الناس انها تكشف، انها تفشي، انها توضح their information، المعلومات بتاعتهم. بيعملوا ايه؟ تعال نشوف. By sending them money، هم بيبعتوا فلوس. ايه ده؟ By disguising، يتنكر with a bogus identity، هي دي اللي كانت في القطعه يا مستر، بيتنكروا في شخصيه وهميه. By making friends with them، يصدقوهم، لا طبعا. By blackmailing، يعني يبتز. blackmailing يعني يبتز، them يبتزهم in public، في وسط الناس كلها، لا طبعا. امال ايه يا مستر؟ هي اللي احنا قلنا عليها. By disguising، بالتنكر، with a bogus identity، بيتنكروا في شخصية وهمية. Our devices، الأجهزة بتاعتنا، will not be hacked، لن تخترق. If there is، الأجهزة بتاعتنا مش هتخترق لو فيها يا مستر. تعال نشوف. A bodyguard، نجيب لها حارس. An updated system، مش هتهنى. A firewall installed legally، غالبا هي دي يا مستر، لازم نجيب حماية.
بوليس ستيشن نجيب مركز شرطه. خلاص يا مستر هي، وخدنا الدرجه وخدنا الدرجه. هات يا ريس اللي بعديها. ذا هاكر كان تهارم ديفايسز، المخترق مش هيقدر يأذي الاجهزه ات اول. اف لو ايه؟ تعال نشوف. اف ذا كمبيوتر از كفرد ويز اشيت، لو غطينا الكمبيوتر بفرخ ورق. ايه ده؟ The aren't connected to the internet. ايوه لو هي مش متوصله بالانترنت مش هيقدر. There are internet security specialists، متخصصين. لا طبعا. There are antivirus programs. لا برضو ما لناش دعوه بالانتي فايروس. امال ايه يا مستر؟ هي اللي انا قلت لك عليها ايه؟ The aren't connected to the internet. طول ما انت مش متصل بالانترنت هو مش هيقدر يأذيك، مش هيقدر يأذي الجهاز. According to the passage، طبقا للقطعه. The best way، افضل طريقة to keep safe، تبقى فيها في امان، تبقى فيها في امان. While meeting an online friend، افضل طريقة تبقى فيها في امان وانت بتقابل صديق على الانترنت انك تبقى حذر معاه. يعني يا مستر اهو، to use extreme cautions. اخر نقطة كانت موجودة اهي. Look the computer room، نقفل. لا. Give your real name، ما تدلوش اسم الحقيقي. لا طبعا. Unfriendism، ليه ما صدقوش؟ ليه ما صدقوا عاد، بس اخد حذري معاه. Use extreme cautions. The underlined word exponentially. Exponentially يعني يا مستر؟ ما احنا قلنا بشكل واسع. طب يلا نشوف. Strongly يعني قوي. Slightly يعني بدرجة طفيفة. Decreasing يعني يقل. هتبقى enormously، بشكل واسع ضخم. جبت كام من 8؟ قول لي، بلاش تقول لي، صارح نفسك، صارح نفسك بعد ما حلينا القطعة بتاعت حصص مصر، صارح نفسك. تعال نبص بقى على القطعة التانية. يلا يا ريس. تعال يا غالي نبص بقى على القطعة التانية. يلا يا ريس. Read the following messages and answer questions. يلا يا غالي. Over the past two decades، على آخر عقدين. ركز في كل كلمة. عقدين يعني آخر 20 سنة، ما العقد 10 سنين. There has been an important، يعني هام. Yet هنا معناها لكن. Gradual يعني تدريجي. يعني يا مستر؟ يعني عندنا حاجة هامة لكن تدريجي. development يعني تطور. تطور تدريجي. in the Arab world، في العالم العربي. the development، تطور. I am speaking، التطور اللي أنا بحكي عليه. I am speaking of، is the slow، هو بطيء. but continuing، لكن مستمر. التطور اللي أنا بحكي عليه هو بطيء لكن مستمر. هو ايه بقى اللي انا بحكي عليه؟ empowerment of Arab women، تمكين النساء العربية. the majority، الغالبية. كلمة majority دي يعني غالبية، لو عايز تطلع كلمات. غالبية of women، غالبية الستات. seek employment، بتدور على وظيفة. for financial support، بتدور على وظيفة للدعم المالي. and financial dependence، والاستقلال المالي، انها ما تقعدش تطلب من جوزها. where is يعني بينما. بينما only few، قليل جدا. see their role، بيشوفوا الدور بتاعهم. as housewives، كربات منازل. and mothers، قليل منهم شايف ان دورهم ان هي تبقى ربة منزل وتبقى ام. according to the world economic forum، طبقا للمنتدى الاقتصادي العالمي. 2012 gender gap index، الفجوة بين الجنس، بتقول women in Egypt، الستات في مصر. الجزائر، الجزائر. جوردن، الاردن. سعودي أرابيا، السعودية. لبنان، لبنان.
and Morocco والمغرب were on par with هي دلوقتي عدت outperforming their male counterparts يعني يا مستر تفوقت على نظيرها من الرجال تفوقت على اللي زيها من الرجال illiteracy في التعلم education او educational enrollment rates معدلات تسجيل التعليم معدلات تسجيل التعليم but there is a complementary trend حاليا في اتجاه تكميلي that also makes me hopeful مخليني متفائل يعني انا optimistic متفائل عشان لما تيجي الكاتب متفائل بدور المرأة The Arab Spring الربيع العربي gave our young people عطل الشباب an opportunity فرصة to display their online skills عطى فرصة للشباب ان هو يعرض المهارات بتاعته على الانترنت as he used the internet بيستخدم الانترنت as a primary vehicle ده بيستخدم الانترنت كمركبة بدائية حاجة كده بدائية اعمل عليها الشغل انت تشوف الشغل تعجب بيا اشتغل معاك اهو primary vehicle to share ideas عشان نشارك الافكار and mobilize ويعمل حشد من الناس انت عارف ان revolution الثورات اللي اتعملت throughout the region في المنطقة كلها couldn't have taken place ما كانتش هتحصل لو ما فيش social media with such speed بالسرعة دي والقوة دي without the organizing capabilities من غير قدرات منظمة of young people من الشباب using social media باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي من غير مواقع التواصل الاجتماعي ما كانتش هتتم الثورات دي even basic technologies ده حتى التكنولوجيات الحديثة او الاساسية such as mobile phones اللي زي الموبايل دلوقتي leveled the playing field ابتدى يسوي المجال between governments ما بين الحكومة and their people وناسها ابتدى يسوي المجال and allowed men وسمح للرجال and women والستات alike to contribute وخلى الرجاله والستات هما الاثنين يشاركوا يساهموا rising educational levels رفع مستويات التعليم and increased internet access وزياده الدخول على الانترنت will inevitably يعني لا محال او حتمي result نتيجه لي more female entrepreneurs يعني يا مستر يعني رجال اعمال خلى الستات بقت رجال اعمال entrepreneurs الار دي سايلنت entrepreneurs تمام in our region في المنطقه بتاعتنا more arab business women كثير من النساء العرب دلوقتي سيدات اعمال are gaining regional and global recognition بقت معروفه على النطاق العالمي تمام والنطاق المحلي we see entrepreneurial الاعمال الرياديه spirit روح الاعمال الرياديه spreading among young women انتشرت ما بين الشباب الستات الصغيرين and girls in fact في الحقيقه at the recent انجاز recent انجاز كلمه انجاز ده مشروع كان معمول young Entrepreneurs Regional Competition رجال أعمال مسابقة ما بين رجال الأعمال اللي كانت موجودة في الدوحة A young Yemeni شاب صغير يمني student ده طالب Enterprise عنده حب المغامرة Creative ده راجل مبدع Generation من جيل مبدع Led by a team قادوا فريق of 15 and 16 year old فريق من 15 و 16 سنة يمني هاي سكول جيرلز من البنات اليمنية took home the first prize خدوا أول جايزة for company of the year خدوا أول جايزة للشركة في السنة دي their business
was more sophisticated. العمل بتاعهم كان مطور than one might expect, عن ما كنا متوقعين. From high school students, اللي في مدارس عالية. The company, الشركة, designed the solar powered products, عملت الشركة بتاعتهم عملت منتجات طاقة شمسية to help, تساعد office في تعويض Yemen's electricity deficiencies, يعني أوجه القصور اللي موجودة في الكهرباء اللي موجودة في اليمن. شفت عملوا إيه البنات؟ يلا يا ريس. The writer, الكاتب, not about the future of the Arab women. الكاتب متفائل, مش هتنفع, doesn't have an idea, ولا pessimistic يعني متشائم, ولا وارد كان قلقان, هو كان optimistic hopeful. قريناها في القطعة واتكيت عليها واحنا بنقراها. The writer thinks, الكاتب بيعتقد, that women, ان النساء, can be developed by, الكاتب بيعتقد ان النساء ممكن تتطور بواسطة ايه, providing them with pensions, نديها معاش ونديها مرتبات, لا طبعا. Helping them with house chores, لا طبعا. Helping in their marriage, تساعد في الجواز, لا طبعا. Increasing their empowerment, نزود تمكينها, اهو هي دي صح يا مستر, نزود التمكين بتاعها, نديها فرصة. هات اللي بعديها. The writer thinks, بيعتقد, that the majority, ان الغالبية of women, غالبية الستات in the Arab society, غالبية الستات في المجتمع العربي, مالهم يا مستر؟ ها ركز كويس معايا. A house at want, عايزين a house at the sea, عايزين بيت في البحر. Peaceful life with their children, عايزين حياة آمنة, لا طبعا. الغالبية مش الفيو. To gain money to be rich, لا طبعا, مش عايزة فلوس عشان تبقى غنية. Gain money to support themselves, عايزين فلوس عشان يساندوا نفسهم. هي دي الإجابة صح يا مستر. Support themselves, عايزين يساندوا نفسهم. We will have more business women, هيبقى عندنا نساء عاملات. In our Arab world, في العالم العربي. By, هيبقى عندنا نساء عاملات كتيرة. بان احنا نعمل ايه؟ Giving them states to sell and buy, نديهم طرق للبيع والشراء, لا. Rising their educational levels, نعلي مستويات التعليم, تنفع. Giving them loans, نديهم قروض, لا. Providing them with smart mobile phone, نديهم موبايل, لا. يبقى مفيش غيرها مستر اللي انت قلت عليه. تمام؟ هات اللي بعديها. إنجاز. Project, مشروع إنجاز. Is launched, أطلق. ها. اتعمل ليه؟ To balance Yemen's electricity deficiencies. هي دي يا مستر. عشان يعمل وجه القصور, يعوض وجه القصور او اوجه القصور اللي موجودة في الكهرباء اليمنية. هي دي صح. تمام. دول مش هينفع. هات اللي بعديها. The underlined word. يعني يا مستر الكلمة اللي تحتيها خط. اللي هي كلمة ايه? Entrepreneurs. يعني يا مستر? يعني ريادي. يعني مسؤول. تمام? يلا يا ريس. Supervisor, تنفع. تنفع يا مستر يعني مشرف. Workers, يعني عامل, مش هتنفع. Managers, يعني مدير, مش هتنفع. Business owners, لا يا مستر دي ادق منها, اصحاب الاعمال هم الرياديين, يبقى مش هتنفع المشرف, دي مشرف. لكن هم business owners, هي دي الاجابة. Business owners. يلا يا ريس. The word in the passage, الكلمة اللي في القطعة اللي معناها cultured, مثقف. Cultured, مثقف. مستر فين مثقف اللي كانت في القطعة? Primary يعني بدائي, original يعني منطقي, narrative يعني روائي, يبقى ما فيش غيرها. Sophisticated يعني مثقف, ذو معرفة, مثقف او ذو معرفة. وجينا للترجمة. خلاص يا وحوش زهقتوا? معلش اتعب معايا, انا متأكد ربنا هيكرمنا وربنا بيبص للتعب ده. انت بتتفرج على الحصة في ساعة,
ربنا عالم هي بتتعمل في قد ايه وكم واحد تعبان فيها. يلا يا ريس واحدة واحدة وعلى مهلك بقى زي ما انا معلمك. اصبح شراء الصحف من العادات القديمة حيث اتجه معظم الناس لقراءة الصحف الالكترونية. كفاية لحد هنا ونشوف. Buying، شايف النقطة جاية فين؟ Buying newspapers has become، يا مستر ده كلهم عاملينها كده يبقى غلط، عدلها. Has become، has become، has become. ايه ده؟ حساس مصر عاملها غلط. ايوه. Has become، become، became، become. ماشي. Has become one of the old habits، واحدة من العادات القديمة. Most people tended to read online newspapers. الناس دلوقتي بتلجا انها تقرا جرايد اونلاين. هات اللي بعديها. Buying newspapers، شراء الجرايد، has become one of the old ideas. هو قال افكار يا مستر، قال عادات، يبقى طارت. Selling، ما قالش selling يا مستر، قال شراء مش بيع. شراء مش بيع، ادي طار اهو. اتعلم بحل ازاي. Buying newspapers has become one of the modern habits. وقال يا مستر عادات حديثة، ده قال عادات قديمة، يبقى طار. انت عارف يا مستر ان انا حليت؟ ايوه يا حبيبي عرفت ان انت حليت وجبت الدرجة النهائية اهي. الموضوع ابسط من البساطة، عايز بس تركيز. وانا بقول لك ان درجات الترجمة دي مضمونة. لو عملت اللي بقولك عليه من اول السنه ما كنتش هتعول هم الترجمه دلوقتي، تبقى ضامن درجتها. يقول لك ايه؟ اصبح شراء الصحف من العادات القديمه حيث اتجه معظم الناس لقراءه الصحف الالكترونيه والعناوين المتاحه على مواقع التواصل الاجتماعي. Buying newspapers has become one of the old habits، واحده من العادات القديمه. Most people tended to read online newspapers. الناس دلوقتي بتميل انها تقرا الجرايد على الانترنت. Or the headlines، او العناوين available، المتاحة on social networking sites، على مواقع التواصل الاجتماعي. تمام؟ يلا يا غال. تمكين، لسه واخدينها يا مستر. تمكين المرأة كمان اهي. لسه واخدينها في نفس الامتحان يا مستر. أنا عارفها. طب يلا يا ريس. وإعطائها حقوقها كاملة. هو واحد من أهم أهداف عملية التنمية الاقتصادية التي تتبناها الحكومة في هذه الفترة. يلا يا ريس. Empowering women، تمكين النساء. And giving them their rights، وإعطائها حقوقها. هات لحد هنا. Powering women، إزاي powering women؟ اسمها empowering. Empowering women and receiving، receiving؟ تتلقى؟ إعطائها؟ هي اللي تستقبل؟ ماشي، سيبها لحد ما نشوف بس هي فيها الغلطة ولا مش هي الغلطة. Empowering women and giving them their issues، نديها القضايا؟ لا، مش نديها القضايا. طب يلا يا مستر. Giving them their rights is one of the، هنا كاتب most وهنا least، تعال نشوف بقى فوق. واحدة من أهم الأهداف، يبقى مش أقل الأهداف. مستر انا عرفت الاجابه، تعال نبص كده مجاوبها ازاي على حس مصر. هي الاجابه الصح يا مستر. يا واد انا قلت لك مش هتغلط في الترجمه، ده احنا حالين على الاقل، على الاقل اكتر من 800 ترجمه. عايز ايه تاني؟ يلا يا غالي. Empowering women، تمكين النساء. And giving them their rights، واعطائها حقوقها. Is one of the most important goals، واحدة من أهم الأهداف. Of the economic development، للتنمية الاقتصادية، عملية التنمية الاقتصادية. Adopted، التي تتبناها. The government، الحكومة. During this period، في هذه الفترة. تمام؟ يلا يا غالي. إيه ده؟ قلبنا كده المرة دي. يلا. Some persons، بعض الأشخاص. Prefer to be aware، بيفضل ان يبقى واعي. Of what is going around them، الناس بتفضل ان تبقى واعية باللي بيحصل حواليها. يلا. يفضل بعض الاشخاص ان يكونوا على دراية بما يدور خلفهم. يا مستر بيقولك حولهم. يفضل بعض الاشخاص ان يكونوا على دراية بما يدور حولهم، تبعنا. يفضل معظم، لا يا مستر قالك ايه،
قال لك بعض الاشخاص طارد يرغب، ما هي يفضل ماشي، بعض الاشخاص في ان يكونوا على علم بما يدور حولهم، ماشي يا مستر دي تنفع برضه. So they don't miss a day، ما بيعدوش يوم without reading the news or watching talk shows. يلا يا ريس. لا يدعون يوما دون قراءة الأخبار أو مشاهدة البرامج الحوارية، تقريبا هي دي. طب نشوف كده، لذلك لا يغادرون يوما، هما بيغادروا اليوم. طارت يا مستر، يبقى الإجابة بتاعتنا تعال نشوف حصص مصر عاملة إيه. حصص مصر عاملة زي ما إحنا عاملين، ما تخافش هتعمل الإجابة اللي إحنا عاملينها. طب يلا يا ريس. While I was playing in the garden، وأنا بلعب في الحديقة، a big eagle، نسر كبير، turned up and kidnapped the ball. يعني يا مستر نسر كبير جه وخطف الكورة. تعال نشوف لحد هنا ممكن تتعلم انا بحل ازاي. يلا يا ريس. عندما كنت الهو، ما هي العب ماشي، بالحديقة، انقض نسر كبير وخطف الكرة وطار بعيدا. وطار بعيدا، هات لحد هنا ماشي. عندما كنت ألعب بالحديقة هبط غراب، لا يا مستر إيجل على النسر. طب يلا. عندما كنت ألهو بالحديقة ظهر، هو قال يا مستر A big eagle turned up and kidnapped the ball. هنا كاتب ظهر وهنا كاتب انقض. طب نشوف لحسن يكون في حاجة تاني. نسر كبير وخطف الكرة وطار بعيدا. عندما كنت أجري بالحديقة، ما قالش أجري، يبقى احنا كده عندنا اتنين اهم. When it found out that the ball isn't a free، لما شاف الكرة مش فريسة، it dropped it in the river، وقعها في النهر. يلا نشوف. وحينما تأكد انها ليست طعاما، هو ما قالش طعاما، قال فريسة، يبقى دي طارت كده يا مستر خلاص، يبقى هي دي الصح. عندما كنت أله بالحديقة ظهر نسر كبير وخطف الكرة بعيدا، وحينما اكتشف انها ليست فريسة القاها في النهر، قال القاها في النهر. هي دي. طب تعال نشوف كده حصص مصر عاملاها ايه. اه فعلا هي دي عاملاها كده. جبت كام يا غالي من الخمسين؟ والله ما قصرت، عملت كل اللي اقدر عليه. ان عجبتكم حصص مصر احنا هنحل اللي موجود كله على حصص مصر. موجود لحد فين يا مستر؟ لحد يونت 4. حصص مصر منزله لحد يونت 4. اتعب، شد حيلك معايا، عرفني جبت كام. لما بتعرفني بتديني دفعه ان انا اكمل، ان انت بتسمع وعندك قابليه للسمع. من فضلك عرفني جبت كام، استفدت بنسبه قد ايه من الفيديو بتاعنا. دوس واعمل كل اللي تقدر عليه، احنا مش مقصرين. عشان خاطر ربنا اعرف مصلحتك كويس، محدش بينفع حد. اعرف مصلحتك كويس، ذاكر واعمل كل اللي تقدر عليه عشان ما تقعدش في اللجنة تعيط وتقول يا ريت اللي جرى مكان. احنا مش سايبين حاجة ولا سؤال ولا نقطة في اي كتاب، وانا عهدت ربنا قبل ما عهدك، عشان كده لازم اديلك كل حاجة. اتعب، شد حيلك، اتبسطت بيكم جدا جدا جدا، شرفتونا ونورتونا.